قصة اليوم عن بنت ألمانية عمرها 17 سنة وقعت من ارتفاع 2800 متر. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. القصة بتبدأ من مدينة ليما بالبيرو عام 1950، لما تزوج عالم ألماني اسمه هانس ويلهام كابكا من عالمة ألمانية اسمها ماريا كابكا. كان هانس حاصل على دكتوراه بالعلوم الطبيعية، وزوجته ماريا كانت حاصلة على دكتوراه بعلم الحيوان، وتعرفوا على بعض قبل ما يتزوجوا بكم سنة لما كانوا يدرسوا الدكتوراه بجامعة كيل بألمانيا. بعد ما خلصوا دراسة سافروا على البيرو ليدرسوا حيوانات أمريكا الجنوبية، وهنيك قرروا يتزوجوا. بعام 1954، يعني بعد 4 سنين من زواجهم، صار عندهم بنت سموها يوليانا. كانت يوليانا البنت الوحيدة لأهلها، ومن لما كانت صغيرة كانوا يأخذوها معهم على رحلاتهم الاستكشافية ويعلموها عن أنواع الحيوانات والطيور وفصائلها، لهيك تربت على حب الطبيعة، وكان طموحها أنها تصير عالمة مثل أمها وأبوها لما تكبر. لما صار عمرها 14 سنة قرروا أهلها ينتقلوا لمنطقة تانية بالبيرو اسمها إيكيتوس بوسط غابات الأمازون، وهالمنطقة فيها محمية مخصصة للبحوث العلمية وحماية الحياة الطبيعية. انتقلت يوليانا مع أبوها وأمها لهالمحمية وتربت بوسط الغابة والحيوانات حواليها. وبالرغم من أنها عاشت بوسط الغابة، كملت يوليانا دراستها. كانت أمها تدرسها بالبيت وتروح للمدرسة بمدينة ليما تقدم الاختبارات، ومع هيك كانت طالبة متفوقة. بآخر سنة من المدرسة الثانوية طلبوا منها تداوم مع الطلاب وتحضر لدروس بالمدرسة، لهيك اضطرت تنتقل هي وأمها على مدينة ليما وتداوم بالمدرسة الثانوية هنيك بين ما يخلص الفصل الدراسي. خلص الفصل الدراسي وصار الوقت لترجع يوليانا وأمها على إيكيتوس. كان حفل تخرج يوليانا من المدرسة الثانوية بتاريخ 23 ديسمبر، وكانت يوليانا متحمسة بدها تحضر الحفل مع صديقاتها. وبنفس الوقت كان تاني يوم هو 24 ديسمبر، يعني ليلة عيد الميلاد، وكانوا حابين يحتفلوا بهاليوم مع أبو يوليانا بالمحمية الطبيعية، لهيك قرروا يحجزوا رحلة طيران بتاريخ 24 ديسمبر بحيث يحضروا حفلة التخرج من المدرسة بمدينة ليما ويلحقوا حفلة عيد الميلاد مع أبو يوليانا. راحوا على المطار مشان يحجزوا، بس كانت كل المقاعد محجوزة لأنه موسم الأعياد وما قدروا يلاقوا حجز مناسب. آخر شي وبعد بحث طويل قدروا يلاقوا مقاعد فاضية على خطوط طيران اسمها لانسا، بس المشكلة إنه هانس أبو يوليانا كان منبههم إنه ما يطلعوا على خطوط طيران لانسا لأنه سمعتها سيئة، وسبق وتحطموا طيارتين من طياراتهم. كانوا يوليانا وأمها متحمسين للسفر بأسرع وقت ليلحقوا حفلة عيد الميلاد، لهيك ما سمعوا كلام الأب وحجزوا عن طريقها لخطوط سيئة السمعة. بيوم 23 ديسمبر حضرت يوليانا حفلة التخرج من المدرسة الثانوية هي وأمها. تاني يوم ب 24 ديسمبر عام 1971 راحوا على المطار ليسافروا على إيكيتوس. كان في زحمة بالمطار وهالشي طبيعي بهيك يوم، بس اللي ما كان طبيعي انه معظم الرحلات تأجلت بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية. كل شركات الطيران قدروا انه الطيران بهيك أجواء خطر إلا شركة طيران واحدة، هي شركة لانسا سيئة السمعة اللي حجزت عليها يوليانا وأمها. طلعوا الركاب بالطائرة وقعدت يوليانا جنب الشباك، وبالكرسي اللي جنبها قعدت أمها، وبالكرسي الثالث قعد رجال غريب. أقلعت الطائرة وكانت كل الأمور تمام بالبداية، فجأة دخلت الطائرة بغيمة سوداء والنهار تحول لظلام. أم يوليانا بدت تخاف لأنها تذكرت كلام زوجها أنه هذا الطيران مو كويس. بعد شوي بدت الصواعق تضرب الطائرة وصارت تهتز، الركاب خافوا وبدوا يصرخوا مو عارفانين شو بدهن يعملوا. كانت الطائرة فوق غابات الأمازون على ارتفاع 9200 قدم أو 2800 متر تقريبا، يعني ارتفاع أعلى برج بالعالم ضرب 3.5. بهي اللحظة اجت على الطائرة صاعقة قوية ضربت المحرك والجناح الأيمن وتحطمت الطائرة، ومعظم الركاب تناثروا بالهواء. كانت يوليانا رابطة حزام الأمان وطارت هي وصف 3 كراسي بالهواء، يعني الكرسي اللي قاعدة عليه هي والكرسي اللي كانت قاعدة عليه أمها
والكرسي اللي كان قاعد عليه الرجال الغريب. حزام الأمان كان ضاغط على معدتها وما عاد قدرت تتنفس. ما كان عندها وقت حتى تخاف لأنها تدريجيا بدأت تفقد الوعي. كانت عم تنزل لتحت وشايفة الغابة تحتها مثل البروكلي لحد ما فقدت الوعي تماما. بسبب الكرسيين الفاضيين اللي كانوا بحدها نزلت يوليانا بطريقة لولبية، وهالشي خفف من سرعة نزولها. ومن حسن حظها كمان انها نزلت بمكان الشجر فيه كثيف ومترابط قبل ما توصل للأرض، وهالشي أنقذ حياتها من الموت. بعد كم ساعة فتحت يوليانا عيونها ولقيت حالها بالغابة، والكراسي اللي نزلوا معها فوقها كانت مغطية بالطين، والجو برد والأمطار غزيرة، وكمان كان جسمها كله جروح. كانت مصدومة من الشي اللي صار وخايفة وبردانة ومو عارفانة شو تعمل. من صعوبة الموقف بقيت بمكانها طول اليوم وما عرفت تعمل شي. تاني يوم وقفت يوليانا بصعوبة وحاولت تدور على أمها لعل واسها تكون هي كمان نجت. صارت تمشي وتصرخ وتنادي لأمها بأعلى صوت بس بدون أي فائدة. وهي عم تبحث عن أمها لقيت أجزاء من حطام الطائرة، ولقيت مع الحطام كيكة عيد الميلاد كانت غرقانة بالطين. بالبداية ما أكلت لأنها كانت متوقعة أنها ما حتطول بالغابة، بس بعدين ما قدرت تتحمل الجوع واضطرت تأكل. استمرت يوليانا بالبحث ولقيت جثث لأشخاص كانوا معها بالطائرة. كانت خايفة تلاقي أمها بين الجثث بس ما لقتها. بعد كم يوم انتبهت لصوت ماء جاري جاية من بعيد. تذكرت أنه أبوها كان يقلها إذا ضعتي بالغابة روحي لأي مكان في ماء جاري والحقي أكيد بيوصلك لمجرى أكبر منه، وهيك لحتى توصلي للنهر، وغالبا عند النهر رح تلاقي ناس. تبعت يوليانا نصيحة أبوها ومشيت مع مجرى المياه. كيك اللي لقيته خلص، والمشكلة إنه ما كان معها أي معدات تساعدها للنجاة بالغابة، لا سكين ولا سلاح ولا أي شيء. كانت عارفانة إنه معظم شجر الغابة سام، لهيك ما حاولت تاكل من الورق مع أنها كانت جوعانة. ما كان الأكل هو المشكلة الوحيدة، كان في مشاكل كتير، الجروح اللي بجسمها والحشرات اللي كانت تلسعها، وكمان ما كان عندها شيء يحميها من المطر والبرد إلا ورق الشجر. بعد 7 أيام قربت يوليانا على مجرى النهر فصارت تشوف تماسيح. تماسكت وتذكرت كلام أبوها بأنها إذا نزلت على النهر التماسيح ما رح تهاجمها، وفعلا عبرت للضفة الثانية بسلام. وصلت يوليانا لمرحلة مأساوية من التعب والجوع، وكل يوم كانت تصير حياتها أصعب وجسمها ما عاد يتحمل كل هالمعاناة. بعد 10 أيام وصلت يوليانا لمجرى النهر الرئيسي. مشيت شوي بحده وشافت قارب قدامها. بهاللحظة حست انه الفرج صار قريب، دبت فيها القوة والحماس وصارت تبحث عن اصحاب القارب بس ما لقيت حدا. لقيت كوخ صغير قديم كان واضح انه كوخ صيادين. دخلت على الكوخ وقعدت تنتظر يمر حدا ويشوفها. تاني يوم الصبح وبعد طول انتظار اجوا اصحاب الكوخ، ولما دخلوا شافوا منظر يوليانا انصدموا وخافوا من شكلها. شرحت لهم شو صار معها وكيف وقعت من الطائرة، وهن طبعا صدقوها لأنهم كانوا سمعانين بخبر وقوع الطائرة قبل كم يوم. ساعدوها واخدوها بالقارب لحتى وصلوا على أقرب قرية، ومن هنيك نقلوها على أقرب مستشفى. تعالجت يوليانا وشافت أبوها بالمشفى بعد ما كان فاقد الأمل تماما من أنه يرجع يشوف بنته. اكتشفت يوليانا أنه أمها وركاب الطائرة ال 91 الباقيين كلهم ماتوا، وكانت هي الناجية الوحيدة. أصلا الشي الغريب مو أنهم ماتوا، الشي الغريب واللي ما بيتصدق أنها قدرت تعيش بعد ما وقعت من مسافة 2800 متر. خلصت يوليانا علاج وسافرت لألمانيا لتكمل دراستها، وهنيك درست بكالوريوس بجامعة كيل اللي درسوا فيها أبوها وأمها، وبعدين حصلت على دكتوراه بعلم الثدييات من جامعة ميونخ ورجعت على البيرو لتكمل حياتها هنيك. تزوجت يوليانا عام 1989 من عالم مختص بالحشرات اسمه إيريك ديلر، وعاشت حياتها معه بنفس المكان اللي عاشت فيه طفولتها بغابات الأمازون. عام 2011 نشرت يوليانا كتاب بيحكي قصتها باسم When I Fell From The Sky. الكتاب حقق شهرة كبيرة، وحصلت يوليانا بسبب هالكتاب على جائزة كورين للآداب عام 2011. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير واشتركوا بالقناة لتوصلكم الفيديوهات الجديدة. دعمكم مهم إلنا لنستمر. موعدنا الخميس القادم إن شاء الله الساعة 8 المساء. سلام.